اليومين دول يعني. طيب مين يحب يسأل سؤال تاني؟ اتفضل اسأل، قول لنا احنا بس. ليه بنترشم 36 رسمة بعد المعمودية؟ طب انت اسمك ايه بس؟ انت ما قلتلناش. مارتن. قول في الميكروفون. مارتن. مارتن. ماشي مارتن، سيدنا هيقولك. الستة وتلاتين رشم بنرسم كل الحواس عشان تتقدس. يعني مثلا بنرشم الراس هنا عشان المخ يبقى مقدس، بنرشم العينتين، بنرشم المناخير، بنرشم البق، بنرشم الودان. فبولس الرسول بيقول: ألستم تعلمون أنكم أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ أنتم هيكل الله وهيكل الله مقدس. فالإنسان بيدشن وبعدين يرشموا له صدره عند القلب وظهره غير الراس كمان، وبعدين ايده اليمين وايده الشمال ورجله اليمين ورجله الشمال وكل الاعضاء بتاعت الجسد. المفاصل يعني في هنا مفصل اهو وهنا مفصل وهنا مفصل، فلما الايد بتترشم كل مفصل بيترشم، عشان لما الواحد يمد ايده ويكون هيسرق حاجة الروح القدس يقول له لا عيب غلط. فالمفاصل بتتحرك وما تتحركش غلط. ولما يجي يمشي عايز يروح يعمل حاجة وحشة الروح القدس يقول له لا ما ينفعش، تسلك في طريق القداسة. يجي يفكر فكر وحش الروح القدس يقول له لا، لازم تفكر أفكار حلوة وتفكر في السماء والملائكة وبابا يسوع والقديسين. يبص بصة وحشة متقدسة العينين، وهكذا يعني. طيب تعالوا مع بعض نشوف.